هنعمل 10 حشوات مختلفة من حول العالم للسمبوسة عشان نقدر نحشي بيها السمبوسة وننوع ونشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم كل رمضان، وتكونوا معايا كده ودايما بتسعدوني بالتعليقات بتاعتكم وكلامكم الحلو. النهارده بقى انا عشان بحبكم جايبه لكم اكبر تشكيله ممكنه من الحشوات تقدروا تستخدموها للسمبوسه وتحشوا بيها زي ما انتم حابين. عايزاكم كده تتاملوا في المنظر الجميل دوت وتقولوا لي رايكم فيه ايه. بصوا جمال الالوان وجمال الاشكال. اول حاجه بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا مع بعض. معانا اول حشوه وهي الحشوه المصريه اللي بتحتل بالنسبه لي المركز الاول، هي اللحمه المفرومه. بتوصى على النار معايا معلقه كبيره كده من الزيت، هنزل ببصلايه كبيره، هبدا اشوح فيها كويس جدا. انا مش عايزاها تدبل ولا اي حاجه، عايزاها بس تاخد لون بسيط كده. بعد ما البصلة بتاعتي اخدت اللون الذهبي الفاتح دوت زي ما انتوا شايفين وما خليتهاش تدبل خالص، عايزاها كده لسه يعني فريش، هنزل بقى بنص كيلو لحمة مفرومة. اهم حاجة تكون على نار عالية علشان اللحمة بتاعتي والبصل ما ينزلش المية بتاعه. وبعد ما اللحمه بتاعتي ما تتشوح وتتغير كده لونها، هنزل بالتوابل بتاعتي الخطيره اللي يعني اي حد عندكم هيدوق العصاق دوت في اي حشوه كانت هيقول لكم انتوا عاملينه ازاي، هيحلي اي اكله. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما اللحمه اتشوحت واخدت اللون الجميل بتاعها دوت وتشربت اي سوائل نزلت منها، بصوا ما فيهاش سوائل خالص. هننزل بقى بالبهارات السرية بتاعتنا اللي هتخلي العصاق دوت في حتة تانية خالص. معايا ايه؟ معايا ورقتين لورا وفصين حبهان، طبعا دولت بعد ما بنخلص الوصفة بتاعتنا بنشيلهم عشان ما يطلعوش معانا واحنا بناكله، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من القرفة. بلاش تكتروا قرفة عشان ما تمررش معاكم، احنا بنحطها بس علشان تضيع اي زفارة موجودة في اللحمة. ننزل بكل البهارات كده. الله على الريحة الجميلة، هو ده الاكل المصري ولا بلاش؟ طبعا من احب الوصفات ليا واكتر وصفة بحبها هي وصفة حشوة اللحمة اللي بالعصاق، بحطها على اي اكلة بتديها طعم عالمي. هقلبها تقلبتين وخلاص، على كده تكون الحشوة بتاعتنا اول حشوة الحشوة المصرية الاصيلة خلصت معانا. هندخل بقى على الحشوة اللي بعديها وما ننساش نشيل اللورة والحبهان بعد ما نخلص. وتاني حشوة معانا للنهاردة هي حشوة الفراخ، هنعملها على الطريقة السورية او الشام او لبنان، يعني في السكة دي. معايا اول حاجة معلقة كبيرة من الزيت، حطها في طاسة كده سخنة، هنزل بربع كيلو من صدور الدجاج متقطع مكعبات، بعد ما الفراخ بتاعتي اتشوحت كده ولونها اتغير واخدت اللون الجميل دوت، هنزل بقى ببصلاية كده كبيرة. انا دلوقتي نزلت البصلاية كده متقطعة مكعبات صغيرة على قد حجم الفراخ، وهبدأ بقى اشوحها كده كويس. ننزل بقى دلوقتي بالبهارات بتاعتنا، بهارات بسيطة جدا، معايا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من البهارات السوري اهي زي دي، هتلاقوها موجودة في اي سوبر ماركت، اي سوبر ماركت كبير هتلاقوها موجودة فيها، عشان احنا طبعا عاملين الفراخ على الطريقة السورية او الشامية فلازم نحطوا البهارات السوري. وهتلاقوني في فيديو الشاورما السوري كنت حاطهلكوا البهارات البازيلا ايه، قلتلكوا عليها لو حابين ترجعوا للفيديو علشان تشوفوا ايه البهارات البازيلا. هنبدأ بقى نشوح الكلام ده كله مع بعضه. بعد بقى ما الفراخ بتاعتنا اخدت اللون الجميل من التوابل اللي احنا حطيناها لها، التوابل السورية مش قادرة اوصف لكم دلوقتي ريحتها جميلة قد ايه. فاضل بقى اخر خطوة، معانا معلقة كبيرة من دبس الرمان، هننزل بيها وطفي على كده.
شفتوا بقى شايفين لونها جميل ازاي وريحتها خطيره خطيره. دي كده الحشوه السوريه بتاعتنا خلصت اللي بالفراخ. الحشوه اللي بعدها عباره عن ايه؟ هي حشوه فرنسيه من اشهر الحشوات الفرنسيه وهي مشهوره جدا، اسمها الراتاتواي. يا رب بس اكون عرفت انطقها لكم صح. هي حشوه فرنسيه واحنا بنعمل دلوقتي الوصفه هقول لكم هي قصتها كانت عباره عن ايه. اول حاجه معايا معلقه كبيره من زيت الزيتون ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. هبدا اشوح الثوم كده تشويحه بسيطه، اول ما ريحته ما تطلع هبدا اضيف بقيه المكونات. طبعا كلنا عارفين الفيلم الكرتون المشهور الفار الطباخ، وهي دي الوصفه اللي هو اخترعها وعملها واشتهرت في فرنسا وبقت الناس بتجيله مخصوص علشان ياكلوها من ايديه. فانا النهارده هعملها لكم بنفس الطريقه وان شاء الله تطلع معاكم 10/10. دي للناس اللي الفيجيتيريان يعني واللي ما بيحبوش اللحوم ولا الفراخ، فالوصفه دي وصفه نباتيه جدا وهتعجبكم جدا جدا. بعد ما الثوم اخد كده لون جميل هنزل بقى بمعلقه كبيره معلقتين كبار من البصل المفروم. انا مش عايزه البصل بتاعي يدبل ولا اي حاجه، عايزاه بس يغير لونه حاجه بسيطه. وبعد كده هنزل بباقي المكونات. تعالوا بقى نشوف بقيه المكونات بتاعتنا عباره عن ايه. معايا هنا بتنجانه واحده متقطعه مكعبات وكوسايه واحده برضو متقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. شوحتها في معلقه زيت، لو حابين تقلوها ممكن تقلوها بس انا حباها تكون خفيفه كده، فانا شوحتهم هما الاثنين مع بعض في معلقه زيت ورشه ملح وفلفل وبس على كده وسبتهم على جنب. دلوقتي بقى بعد ما البصله بتاعتي اخدت اللون الجميل ده كده هنزل بالخليط الخضار ده، ريحتها خطيره. البصل مع الثوم بيدي ميكس رهيب جدا. قلب بقى تقلبتين كده حلوين. ومعايا طماطمايه متقطعه مكعبات هنزل بيها دلوقتي. بعد بقى ما حطيت الطماطم هنزل بالبهارات بتاعتي الجميله، طبعا كلها بهارات فرنسيه بس موجوده عندنا في البيت. معايا معلقه صغيره من الروزماري، معلقه صغيره من الريحان المفروم، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الملح. هنزل بالكلام الجميل ده كله على الخليط بتاعي الخطير ده. مجرد بقى ما بننزل ونشم ريحه التوابل، الريحان ريحته بتظهر مع الروزماري بتبقى ريحتها خطيره. اكيد انتوا شفتوا المنظر دوت في الفيلم الكرتون الفار الطباخ، بيبقى اللون كده اخضر مع الاسود مع الاحمر طبعا من اللون الخضار الجميل اللي احنا حطيناه. طبق كله فايده وغذاء، يعني الاطفال اللي ما بتحبش الخضار هيحبوه في الوصفه دي. فاضل اخر حاجه بقى معانا، هننزل بقى دلوقتي بمعلقه من الخل البلسمك، معلقه صغيره مش عايزين نكتر عشان الخل البلسمك بيبقى طعمه قوي وما يغيرش الوصفه معانا. معلقه صغيره بس احطها كده واقلب تقليبه واطفي على كده، مش عايزه الخضار يدبل معايا اكتر من كده، عايزاه كده يبقى فريش واحس بقطع الخضار الكوسه مع البتنجان والطماطم والبصل. وبكده الوصفه بتاعتنا تكون خلصت. معانا بقى الحشوه اللي بعدها وهي حشوه السمبوسه بالبطاطس على الطريقه الهنديه، حشوه رائعه جدا. معايا اول حاجه في الطاسه معلقه من الزيت زي ما انتم شايفين كده، معلقه من الزيت، وهنزل بمعلقه من الثوم، معايا فلفل اخضر حراق ده اختياري طبعا، لو حابين تضيفوه ممكن تضيفوه، لو مش حابين مفيش اي مشكله. قلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. معانا بقى دلوقتي التوابل بتاعتنا بعد ما الطومه كده اتحمرت وبقت لونها ذهبي كده وجميل هي والفلفل، ركنتهم كده على جنب وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي عشان اصحصحها كده وريحتها تطلع وتبقى طعمها في منتهى الجمال. معايا اول حاجه ربع معلقه صغيره من الكركم، ومعايا ربع معلقه صغيره من الكاري بس هو مش باين اهو، ربع معلقه صغيره من الكاري، ومعايا ربع معلقه صغيره من الجنزبيل، ومعايا ربع معلقه صغيره من بهارات الجراما صالة هتلاقوها موجوده عند اي عطار او في اي سوبر ماركت كبير، ومعايا معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل، ومعايا معلقه كبيره من السوداني. طبعا الوصفه الاصليه ما كانش فيها سوداني، فيها كاجو بس انا حبيت استبدل الكاجو بالسوداني علشان تبقى معاكم وصفه اقتصاديه وجميله. هننزل بالبهارات بتاعتنا كده هنديها تشويحه بقى كويسه، وهننزل كده بمعلقه صغيره من السكر، ومعايا شويه فلفل الوان اخضر واحمر واصفر هياخد كده من كل لون حبه.
هنزل بكزرايه مبشوره شايفين بقى جمال الالوان كده، شكلها مبهج وجميل جدا وطعمها بقى مش قادره اوصف لكم جميل قد ايه. دلوقتي هننزل معايا بطاطسين كبار مسلوقين ومهروسين، هنزل بيهم بعد بقى ما قلبنا البطاطس بتاعتنا الجميله مع الخضار والالوان الرائعه كده، هننزل بمعلقه من الكزبره واطفي عليها وخلاص على كده. كده تكون الحشوه البطاطس الهنديه بتاعتنا بقت جاهزه. معانا بقى الحشوه اللي بعدها، هي الحشوه اليابانيه على الطريقه اليابانيه. طريقتها سهله وبسيطه جدا. في طاسه على النار معايا فيها معلقه سمنه كبيره، سبتها تسخن كده، ومعايا بيضتين طبعا الكميه زي ما انتم حابين. هقلب بقى البيض بتاعي كويس جدا، وبعد ما البيض كده استوى معايا هنزل برشة ملح بسيطة، وهنزل برشة فلفل اسمر برضو خفيفة، ومعايا بقى اخر حاجة هتدينا الطعم الخطير وهو البصل الاخضر، علشان بقى يبقى على الطريقة اليابانية بجد. بقى نقلب بقى تقليبة سريعة كده، واخر حاجة اخر حاجة بقى رشة سمسم كده محمص، تدينا طعم جميل جدا للحشوة بتاعتنا. وخلاص على كده اطفي بقى عليها واسيبها تبرد، ويلا بينا ندخل على الحشوة اللي بعدها. دلوقتي بقى هندخل على الحشوات بتاعتنا اللي على البارد. خلصنا كل الحشوات اللي على السخن، هندخل على الحشوات اللي على البارد، طعمها في منتهى الجمال. معانا بقى الحشوة بتاعت النهاردة هي الحشوة التاكو على الطريقة المكسيكية، هتعجبكم جدا. معايا قطعة من الجبنة النابلسية، لو مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا مكانها الجبنة الفيتا او اي جبنة بيضة، ومعايا شوية من الجبنة الشيدر، ممكن تستخدموا موتزاريلا، ومعايا شوية من الكزبرة، ومعايا شوية طماطم، اهم حاجة تكون الطماطم جامدة ومش طرية. ناخد كده شوية، ومعانا بقى بهارات التاكو الخطيرة، لو مش متوفرة عندكم احنا هنعملها النهاردة في البيت، ممكن تشتروها جاهزة بس انا النهاردة حبيت اعملها معاكم عشان اللي مش عنده يقدر يعملها. معايا ربع معلقة صغيرة من الشطة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وربع معلقة صغيرة من الملح عشان الجبنة بتاعتنا فيها ملح، وربع معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الفلفل الحار، وعصرة نص ليمونة. هننزل بكل المقادير بتاعتنا كده، وهنخلط كل المكونات دي كده بتاعتنا مع بعض، وتبقى الحشوة بتاعتنا ما اخدتش دقيقتين وكانت جاهزة معانا. ودلوقتي بقى معانا الحشوة دي على الطريقة الايطالية، هي حشوة البيتزا. البيتزا ليكم فيها مطلق الحرية، اي حاجة اي حشوة بتحطوها للبيتزا بتاعتكم تقدروا تحشوا بيها السمبوسة. انا معايا طماطم متقطعة مكعبات، ومعايا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، ومعايا بصل مفروم، والبهارات بهارات سهلة وبسيطة خالص. معايا ملح وفلفل، ربع معلقة من كل حاجة، وربع معلقة من الزعتر، وكمان معايا سوسيس، ومعايا زيتون، ومعايا معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو. انا حابة اعملها النهاردة بالباربيكيو، لو مش متوفر عندكم صوص الباربيكيو مع اننا عملناه مع بعض على القناة تقدروا تدخلوا تشوفوه، وممكن تستبدلوه بصلصة طماطم او بكاتشب. انا نقلتها في طبق اكبر عشان اعرف بس اقلبها كويس، وكده تكون البيتزا بتاعتنا او حشوة البيتزا بتاعتنا على الطريقة الايطالية بقت جاهزة. فاضل اخر حاجة بس رشة جبنة شيدر كده او اي ميكس جبن انتوا بتحبوه، وخلاص على كده. يلا بينا بقى ندخل على الحشوة اللي بعدها. معانا بقى الحشوة اللي بعدها، وهي على الطريقة التركية بس بالتاتش المصري بتاعنا. طريقتها سهلة وبسيطة جدا ومغذية جدا، وان شاء الله هتعجبكم. معايا جبنة قريش، قطعة من الجبنة القريش انا هرساها كويس جدا بالشوكة، ومعايا كزبرة او بقدونس، انا مستخدمة بقدونس، ومعايا نعناع مجفف، لو عندكم نعناع فريش يكون افضل، ومعايا رشة بسيطة خالص من الملح، ومعايا بنجراية مسلوقة ومتقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض. لو الجبنة بتاعتكم فيها ملح كتير فبلاش تحطوا رشة الملح اللي انا حطها دي علشان ما يبقاش حادق معاك. ومعايا معلقة صغيرة من الثوم كده المفروم، دي بقى من عندي هتديله طعم فوق الرائع. ونقلب كده وتبقى الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة.
دلوقتي بقى اخر حشوه معانا حادقه، هي عباره عن ايه؟ انا مش قادره يعني احدد ان هي في انهي بتنتمي لانهي بلد، لانها فعلا بتنتمي ليا او انا اللي بنتمي ليها بمعنى اصح. دي من الوصفه اللي انا جربتها على طريقتي وعجبتني جدا جدا جدا، ودي اكتر وصفه انا بحبها. معايا جبنه قريش عليها جبنه بيضه، هرستهم كويس جدا بالشوكه لحد ما بقوا كريمي كده وناعمين خالص. عليهم ايه؟ معايا شويه زيتون مخلي اخضر، ومعايا شويه حبه البركه، وشويه سمسم محمص، ومعايا فلفل الوان، ومعايا بصل اخضر، عصره ليمونه صغيره، نص عصره ليمونه. هنعصر كده الليمون الاول، بيدي للجبنه والخلطه دي مزازه رهيبه، طعمها هيعجبكم جدا. وانزل بالبصل الاخضر، وهنزل بالفلفل الالوان، وهخلط المكونات كلها مع بعض، وبس كده. كده تكون الوصفة بتاعتنا او الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. وتعالوا بقى اقول لكم على اخر حشوة، وهي حشوة حلو هتعجبكم جدا وسهلة وبسيطة. وبكده نشوف احنا عملنا كام حشوة لحد دلوقتي تقدروا تشكلوا فيها وتختاروا اللي انتوا حابينه طول شهر رمضان. يلا بينا بقى نشوف الشكل النهائي مع بعض هيبقى عامل ازاي. النهاردة حضرنا مع بعض 10 حشوات جديدة ومختلفة ومتنوعة، وهتنبهروا بيها بجد. طعمهم كل واحدة فيهم أحلى من التاني. جبنا 10 حشوات من حول العالم جديدة ومختلفة، هتعجبكم جدا جدا جدا، يعني فوق ما انتم تتوقعوا. وعايزة اقول لكم ان الحشوة دي، عشان نسيت اقول لكم عليها، دي الحشوة دي حشوة مصرية. احنا كده قلنا كل حشوة جاية من انهي بلد واسمها ايه مع بعض. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، عايزاكم بجد تجربوها هتنبهروا بيها وهتعجبكم جدا. وعايزاكم تسجلوا كل الوصفات اللي احنا قلناها وكل الخطوات علشان تعملوها ويبقى مرجع ليكم ترجعوا له في اي وقت، مش بس في رمضان. اي حشوات حابين تعملوها، جلاش، مكرونه مثلا، رقاق، اي حاجه انتوا حابين تعملوها، هتختاروا اي حشوه من الحشوات الجميله اللي احنا عملناها دي وتقدروا تحشوا بيها وتحتفظوا بيها في الفريزر، تقعد معاكم فتره طويله جدا مش هيجرالها اي حاجه. اهم حاجه بس لما نيجي نستخدم بمعلقه تكون نظيفه وتكون ناشفة، ما ينفعش ناكل بيها ونرجعين ناخدين بيها مرة كمان، هي بنستخدمها مرة واحدة بس، وبنستخدمها نوع واحد بس، يعني ما ينفعش ناخد نوعين مع بعض بنفس المعلقة. بس كده اكون قلت لكم كل النصائح وكل المعلومات اللي في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وعلشان ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده، انا خليت الفيديو دوت للحشوات بس، والفيديو جاي ان شاء الله هنعمل مع بعض السمبوسه بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير عجن ولا فرد ولا تعب ولا مجهود، وفي 5 دقائق بالظبط تكوني عامله احلى سمبوسه. وهقول لكم ازاي تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر طول شهر رمضان، تستخدموها براحتكم، يا دوبك تطلعوا على طول او تطلعوا الحشوه وتكونوا مجهزين معايا العجينه اللي احنا هنشوف احنا هنعملها ازاي وهتكون طريقتها ازاي وازاي هنعملها من غير ما نعجن ولا نفرد ولا نعمل اي حاجه ولا نتعب نفسنا خالص. كفايه علينا وقفه المطبخ، وكفايه ان احنا حضرنا الحشوات الخطيرة دي. وعايزة اقول لكم الافكار بتاعة الحشوات لا نهائية، يعني لو حابين ان انا اعمل لكم جزء تاني للحشوات ما عنديش اي مشكلة، ابعتولي بس على القناة عندي في التعليقات الجميلة اللي دايما بتسعدني، وانا هعملها لكم على طول لو حابين ان انا اعمل لكم جزء تاني من الحشوات. واشوفكم على خير ومع السلامة.